أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر، ونستمر خلاله في متابعة المشهد في غزة، والحديث سيتركز بالأساس على هذا الشرطي المصري الذي انتفض واهتز وصاح منذ أيام بأعلى صوته من على لوحة إعلانية رافعا العلم الفلسطيني أن افتحوا المعبر أيها المصريون وأيها النظام المصري، وانتقد بشدة نظام عبد الفتاح السيسي. شرطي كان ببدلته وقام بنزعها وهو على لوحة الإعلانات، اعتقل لاحقا، والأخبار الآن التي وردتنا بأنه تم حبس هذا الشرطي رغم أن القوانين ترفض حبس يعني حبسه بعد 48 ساعة من اعتقاله، لكن المخالفة للقوانين تتكرر في المحروسة مصر كما يقول بعض الحقوقيين. غزة إذن والشرطي المصري الذي انتفض لأجلها، هل يمثل نفسه فقط أم يمثل ملايين المصريين ممن صمتوا مكرهين لا مخيرين؟ لماذا يحبس ولم يعتدي أو يكسر أو يخرب أي أملاك خاصة أو عامة؟ يتساءل نشطاء. ظهر أمين الشرطة المصري عبد الجواد السلهمي في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه 15 يوما على ثمة التحقيقات. يأتي هذا بعد أسبوعين من اعتقاله عقب اعتلائه في هذا المشهد اللي أمامكم الآن، اعتلائه لوحة إعلانية في محافظة الإسكندرية شمال مصر حاملا علم فلسطين ومطالبا بفتح معبر رفح ومرددا هتافات تتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالخيانة. قرار نيابة أمن الدولة بحبسه بعد التحقيق معه وتجاهل فترة اختفائه القسري التي استمرت أكثر من أسبوعين خارج إطار القانون كما وصفها مختصو. يقول حقوقيون إن نيابة أمن الدولة العليا تجاهلت المادة 36 تتعلق بغزة. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تحذر من المخطط الإسرائيلي لشن هجوم على رفح التي يوجد بها أكثر من مليون فلسطيني. جاء ذلك خلال استقباله أمس رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا. وطالب السيسي بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء أعمال إسرائيل العدائية كما وصفها. من جهته قال رئيس الوزراء الهولندي إن مخطط إسرائيل للهجوم على رفح الفلسطينية ستكون نتيجته كارثية. هل كانت انتفاضة وصيحة الشرطي عبد الجواد السلهمي فردية ومعزولة، أم السلهمي أيها الجمهور الكريم عبر عن مشاعر ملايين المصريين ممن يرغبون ربما في إسماع أصواتهم لكنهم يكتمونها خوفا من نظام يبطش وبطش بهم؟ ثم بأي ذنب يحبس هذا الشرطي؟ ماذا فعل؟ ارتقى لوحة إعلانية وصاح بأعلى صوته لأجل غزة. وكيف نعاقب من يصيح لأجل غزة ونحن نتحدث يوميا ونطالب بوقف العدوان عنها؟ وقد فعل عبد الفتاح السيسي وقال البارحة ليس قبل شهر أو شهرين طالب بوقف هذا العدوان. فإذا كان صادقا فلماذا يحبس شرطيا اهتز وانتفض لأجل غزة يا ترى؟ نعود الجمهور بعد قليل، ولكن دعوني أرحب بضيفنا في هذه الساعة. ينضم إلينا السيد أحمد العطار المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان من لندن. سيد العطار مساء الخير. نود لو تضعنا في صورة آخر ما استجد مع الشرطي عبد الجواد السلهمي، ولماذا حبس رغم أن القوانين في هذا المجال واضحة وصريحة للغاية؟ كل عام وحضراتكم بخير، وكل عام وأهلنا في غزة وأنت بألف خير. عبد الجواد سلمي هو مواطن مصري قبل أن يكون شرطي مصري، هو مواطن عربي مسلم أهم الأول والأخير القضية الفلسطينية والدفاع عن غزة وأهل غزة وناس غزة. ألم كثير ما يحدث في غزة من جرائم يعني إبادة
جماعيه، عباده يعني للاخضر واليابس زي ما بيقولوا. مواطن مصري اصيل اراد ان يعبر عن ما يشعر به ملايين المصريين من غم وقدر وكدر وحزن على ما يحدث لهنا في غزه، وعلى موقف الحكومه المصريه والسلطات المصريه من اغلاق معبر رفح وعدم ايصال المساعدات، بل بالعكس، مش بعكس ذلك، يعني بعكس ما يقال ان هم بيحاولوا يساعدوا الجرحى، وعشرات الالاف من الجرحى لا زالوا داخل غزه بدون ادويه، بدون، ومعبر رفح موجود والمستشفيات المصريه موجوده. للاسف الشديد فقط اقل من 1000 مواطن سيناوي غزاوي يعني عبر من سينا من غزه لسينا، وده عدد قليل جدا مقارنه ب 60,000 مصاب كما اعلنت وزاره الصحه الفلسطينيه. عبد الجواد هو امين شرطه يعمل في وزاره الداخليه المصريه، لم يمنعه يعني اللبس الميري و يعني الضغوط التي تحاك بهم، لان هو يعبر عن موقفه النبيل من يعني الوضع في غزه، ورفضه لما يحدث من يعني تخاذل مصري واضح وتخاذل من عبد الفتاح السيسي بصفه خاصه يعني. وبالتالي هو يعني التقى احدى الاعلانات، لوحات الاعلانات في الاسكندريه يوم الجمعه 29 الماضي، 29 فبراير الماضي، وهتف لغزه وهتف لنصرة اهلنا في غزه، وصف عبد الفتاح السيسي بالخيانه والعماله، وان هو بيقول مش خايف من عبد الفتاح السيسي وما هكذا. العالم كله شاف الفيديوهات انتشرت، وشاف الامن المصري وهو بينزله بيعتدي عليه بالضرب، يعني ما نعرفش بالظبط ايه اللي حصل خلال الاسبوعين دول، ولكن الواضح من خلال ما رصدناه من حالات الالاف اللي قبل كده ان بيتم تعذيبهم ويتم التعدي عليهم في مقرات امن الدوله المصريه. ورغم ذلك يعني عبد الجواد تم عرضه على نيابه امن الدوله العليا خلال الايام الماضيه، وتم يعني توجيه تهمات له بان هو يعني تعدي باللفظ على فتح السيسي ورفع علم فلسطين وهكذا يعني رفع علم فلسطين يعتبر ايضا مخالفه او ربما جريمه. حاليا في مصر استاذ صالح، ان في نذكر الساده المشاهدين ان في 64 مواطن مصري محبوسين على ذمه 3 قضايا منذ 4 أشهر، لانهم تضامنوا مع غزه ومع ما يحدث في فلسطين الحره. يعني 64 مواطن شاب، رجل، يعني كلهم للاسف تم حبسهم فقط لانهم تدعموا عن طريق السوشيال ميديا، دعموا في مظاهرات طلبوا بالتحرك المصري، بالتحرك العربي القوي لحمايه اهلنا في غزه، ورغم ذلك تم وضعهم في السجون لأربعة أشهر حاليا منذ أكتوبر الماضي، وإلى الآن أكثر من 4 أو 5 أشهر حاليا في نهاية أكتوبر. ورغم ذلك النيابة العامة المصرية ونيابة أمن الدولة بتجدد لهم كل 15 يوم للحبس. بالنسبة لده يعني وضع طبيعي جدا لما يرفع علم فلسطين وهو يعني معرض نفسه للحبس والاعتقال في مصر للاسف الشديد، وهذا هو الوضع المؤلم في مصر والذي يعني كمصريين نحس بالالم والحزن على هذا الوضع، ان هو يكون قضيتنا الاولى فلسطين اصبحت سبب في سجن وحبس المصريين. طيب هذا الشرطي سيد العطار، وانت طبعا المدير التنفيذي للشبكه المصريه لحقوق الانسان وتتابع الوضع الحقوقي منذ سنوات في مصر، برأيك هذا الشرطي حالة ربما شاذة، تعبير فردي، أم هو هذا تعبير حقيقي عن ملايين المصريين ربما لأنهم يعني لم يجدوا فرصة للتعبير عن آرائهم، فخرج هذا الشرطي ربما بالنيابة عنهم بشكل غير مقصود ليعبر عن ملايين من المصريين من ضجرهم، من غضبهم لما يجري في غزة ولحالة الخذلان العربية والمصرية في المقدمة؟ بالتأكيد عبد الجواد هو نموذج مصري صريح
وواضح لعدم يعني الرسوخ للتهديدات الصهيونيه، ويعني هو نموذج مصري اصيل لرفضه لكامل ما يحدث داخل الاراضي الفلسطينيه من مجازر ودعمه لاهلنا في غزه. عبد الجواد هو مواطن مصري من ملايين المصريين الرافضين لما يحدث من الحكومه المصريه والسلطات المصريه على القطاع السياسي من تخاذل واضح في ملف غزه بالذات. عبد الجواد هو عبر عني وعن حضرتك وعن ملايين المصريين وملايين على الانسان عموما. يعني عبد الجواد لما رفع علم فلسطين فوق لوحه اعلانيه في الاسكندريه وسط يعني الالاف من المرة يشاهدوه بذلك، هو يعلم تماما علم اليقين انه سيتم اعتقاله، يعلم تماما انه سيتم التنكيل به، يعلم تماما انه سيتم سجنه وحبسه، ولكن هو كان راضي بهذا الامر، هو كان مبسوط بهذا الامر، هو كان مقتنع ان هو لازم يعبر عن رايه امام الملايين حتى يكون هناك في روح من يعني التحرك في ملف فلسطين في الشارع المصري. الشارع المصري لو اقول لحضرتك رد فعله عن ما قام به عبد الجواد كان شيء رائع جدا. كل الرسائل وصلت لنا وكل التعليقات التي بعد ما نشرنا عن اعتقاله واسمه الحقيقي وصورته الحقيقيه، كل الناس بتدعي له، كل الناس بتتمنى. وصلكم ربما من تسريبات او تواصلكم مع بعض الاطراف المصريه؟ في العاده وزارات الداخليه في العالم العربي وفي مصر ايضا تدافع عن عناصرها. هل برايك عبد الجواد سيجد ربما تعاطف من بعض عناصر الشرطة في مصر وربما حالة من عدم الارتياح والغضب إذا ما طاله أي اتهامات أخرى وربما حبس؟ هو بالتأكيد يعني تناقض الموقف الرسمي المصري كوزارة داخلية مصرية بالتأكيد هي تدعم النظام وتدعم يعني تدعم ما يقوله النظام وتدعم سياسات النظام المصري، ولكن كافراد يعني احنا دايما بنقول ان الخير في الشعب المصري موجود كتير جدا. يعني احنا بنقول ان في كتير جدا 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 من امناء الشرطه وضباط الشرطه المصريين مش كلهم وحشين ومش كلهم مجرمين ومش كلهم بيعذبوا الناس ومش كلهم بيقصوا على الشعب المصري وبيلفوا لهم طول. لا، ده في ناس محترمين جدا ليهم، في ناس جدا يعني انا عايز اقول لحضرتك انا يعني نموذج عبد الجواد مش اول نموذج بالمناسبه يعني. نعم. في لو كنا نتذكر ان في امين شرطه برضك في نفس قسم قرموز في الاسكندريه قام بعمل مماثل ولكن يعني استخدم سلاحه الميري، وطبعا اختلافات في هذا الامر يعني في الاسكندريه منذ اشهر. يعني اقصد ان داخل الشرطه المصريه او الجيش المصري هناك كثير من المواطنين الشرفاء. كلنا نتذكر محمد صلاح الشاب العفي الصغير السن الذي قام بعمليه بطوليه في فلسطين المحتله يعني، وكلنا نتذكر ما قام به. يعني اكيد محمد صلاح وعبد الجواد سلمي موجودين كتير جدا منهم، نماذج موجوده متكرره في الداخليه المصريه وفي الجيش المصري، وبالتاكيد يعني ده نماذج مشرفه جدا ونماذج يفخر بها المواطن المصري بشكل خاص او عام. يعني بعيدا عن الجانب الحقوقي الان اسالك او اختم معك بسؤال يتعلق بالجوانب السياسيه كمواطن. عندما يقول البارحه عبد الفتاح السيسي ان مصر تحذر من المخطط الإسرائيلي لشن هجوم على رفح التي يوجد بها أكثر من مليون فلسطيني، يعني هل 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 يمكن تصديق مثل هذا التحذير وأن مصر لن تقبل بتمادي الاحتلال في هذه الإبادة وذهابه بعيدا في رفح، أم أن مثل هذه التنبيهات أو التحذيرات هي مجرد ذر للرماد في العيون كما يقول البعض؟ وأنا أسأل حضرتك السؤال بعكس بقى، إيه اللي عملته مصر لغاية دلوقتي لوقف العدوان؟ مصر لم تفعل شيء لوقف العدوان. مصر يعني للاسف الشديد موقف مصر حتى في وقف العدوان كان موقف يعني موقف متخاذل يعني من فتح المعبر وتقديم المساعدات، وللاسف الشديد يعني الموقف المصري ولكن النسبه الاكبر النسبه عذرا للمقاطعه النسبه الاكبر من المساعدات التي دخلت الى غزه هي من جهات مصريه.
لانه هو ده الوحيد اللي هو يفتح يعني. وللاسف لو تم قياسه بالواقع واللي كان بيتم قبل كده ما يعتبرش نسبه يعني. اذا كان بقى ان هم عايزين يموتوا اهل غزه بالمجمل يعني، هم لازم بالتاكيد يعني يسمحوا بجزء من دخول المعبر، ولكن مصر كان ممكن مصر تاخذ موقف اكثر من ذلك يعني. مثال بسيط جدا، كثير من النشطاء المصريين طلبوا ان هم يروحوا بدكتورة منى مينا وغيرها من النشطاء المصريين، طلبوا من وزارة الخارجية المصرية ان هم يدون تصريح ان هم يروحوا بوقفة امام معبر رفح ومحاولة الدخول الى غزة ولدعم اهلنا في غزة. لحتى الان بيتم التهرب منهم. اقصد الموقف الرسمي المصري هو موقف يعني ما بين قوسين، ما يقدروش يعملوا حاجة الا بموافقة السلطات الصهيونية كان محتل. نتحدث في موقع آخر يعني، الفضيحة التي حدثت للأسف شديد بعبور أهلنا من غزة المصابين والذين يعني يضطروا ظروفهم اللي هم غادروا القطاع إلى مصر وبيدفعوا آلاف الآلاف من الدولارات في موقف عصيب وموقف يعني يجب ان الجميع يتعاون مع اهلنا في عبورهم ويقدموا لهم المساعدات اللازمه. لا ده بالعكس بيتم للاسف ابتزازهم بمبالغ ماليه كثيره جدا. احنا رصدنا، اعذرني ايضا مقاطعه مره اخرى، لانه بعض من يتصل بنا يقول بانه هذه ليست دقيقه وكلها مبالغات، يعني هل انتم يعني واثقون من حصول هذه الاختراقات أو هذه الابتزازات باستمرار وليست حوادث فردية؟ ليست حوادث فردية. أولا هي لا تتم باسم الحكومة المصرية، عشان نكون واضحين جدا، هي لا تتم باسم الحكومة المصرية. لا تفرض الحكومة المصرية، لم تفرض بشكل رسمي هذه الأمور، ولكن بتتم عن طريق وكلاء الأرجاني وما شابه الأرجاني، والأرجاني هو وكيل المخابرات المصرية. يعني أقصد لحضرتك هو بيتم بشكل من الباطن يعني، بشكل غير مباشر بالضبط كده، ولكن في النهاية بتصب في الحكومة المصرية. تعلم علم اليقين أنها بأمرها وتحت غطائها وتحت يعني، وهي تعلم علم اليقين بأنها هذه الأمور تتم يعني، ولكن ليس بشكل يعني مصرف او مثلا الخارجيه تقول رسوم مباشر توصل للخزينه المصريه. لا تصل للخزينه المصريه، ولكن تصل الى رجال امن مصريين، رجال جيش مصريين، بعلم السلطات المصريه بالتاكيد. السيد احمد العطار المدير التنفيذي للشبكه المصريه لحقوق الانسان كنت معنا من لندن، اشكرك جزيل الشكر. حيث. طيب نعود للجمهور، معنا رضوان من المانيا، مساء الخير. السلام عليكم اخ صالح. يا اهلا بك. اولا كل شيء هما يعني نقاط عديده، ولكن يعني بالنسبه للشرطي الذي يعني تجرأ وعبر عن شجاعته، يعني كنت اظن يعني اظن انه اراد ان يكون يعني فتيلا يعني لشعلة حركية كبيرة يعني ان يتحرك الشعب ويكون هو في الواجهة، أن يستيقظ الشعب المصري من سباته وربما من خوفه وأن يتجرأ. يا أخي إن هذا ما يجري الآن على الأرض لا أظنه وأتمنى أن لا يكرر في التاريخ. يعني إن لم يتحرك الشعب المصري الآن فمتى سيتحرك؟ يجب أن تكون يعني مظاهرة أكثر من مليونية وتزلزل الأرض المصرية يعني على الحدود رفع وعلى كل شيء يا أخي. إن هذا الرئيس يا أخي جاء على يعني هي إسرائيل من دعمته وجعلته في ذلك المنصب وهو بالولاء الكامل لإسرائيل. وما رأيت يا أخي في حياتي يعني وجها يعني ثقيلا ودما يعني لا يطاق. هذا الإنسان أظنه لم يكن يحلم أن يكون رئيسا لدولة في يعني حركاته وابتسامته وجلوسه جنب الرؤساء يعني هذا مهزلة ويعني وعار على العرب والأمة المصرية والبلاد. شكرا لك رضوان، أشكرك رضوان من المانيا يعني. شكرا لك. حافظ من سوريا.
ناديت لو أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن. العكس نادي. ربما لو عكست لأصبت، لقد أسمعت لو ناديت حيا، تفضل. نعم 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 أنا آسف. تفضل. أول بداية، في البداية والله أن إسرائيل دولة يعني أصغر من أن تتحدى العالم العربي وأن تقف بوجه العالم العربي. والمشكلة هي الخيانة، والأول الخيانات هي خيانة الدولة أو الحكومة المصرية ثم الحكومة السعودية والإماراتية. لولا هذه الدول والله لانتصرنا من زمان. هذه واحدة. ثاني شيء، الشرط المصري إن شاء الله بيكون يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب عنه كان أمة قانتة، لأنه وقف لحاله في وجه الظلم وجه الخذلان. فهذا الرجل يمثل أمة، نحن نعتبره يمثل أمة بإذن الله تعالى. أما الشرطي حافظ، وقد انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، برأيك تصريح عبد الفتاح السيسي البارحة وتحذيره من الهجوم على رفح، يعني هل تراه تصويب للخطى المصرية أم حديث لتعمية الأعين ليس إلا؟ لذر الرمادي في العيون. هذا الرجل محمد. السلام عليكم أخ صالح. وعليك السلام. يا أخ صالح، السيسي قال لهم عنده أسبوع ولا أسبوعين، قال لهم أنا عندي النقود في عندي يعني النقود في الخارج ونقدر نهرب في أي لحظة. يعني والله واش يبقى لهم يزيد أكثر من هذا الشيء، هذا من هذا السيسي هذا. والله يا أخ صالح، هذا كما قال الأخ من قبل، رمي على الرماد في العين وخلاص. ما يا أخ صالح ما يحكي، ما نقول إحنا بالجزائر ما يحك ما يصك. هذا مصلحة، هذا مصلحته للفلدية للصهاينة اليهود. طيب ماذا ترى في مصير هذا الشرطي الآن بعد ما فعل؟ والله يا أخ صالح، فيه رجال في مصر وفيه شرفاء وأنا أعرف هذا الشيء، ولكن ضغط عليهم كبير، وإن شاء الله يكون مصيره إن شاء الله. إحنا نعرف مصيره فين، إحنا عارفين مصيره هي لله، هو دارها ودارها لله، ما دارهاش في وجه يعني دارها في الله وفي وجه فلسطينيين. شكرا يا أخ صالح لك. أنا أقول حاجة واحدة يا أخ صالح. تفضل. والله أنا عندي ثقة كبيرة في الشرفاء، يعني بعض الجنود في مصر يتحركوا يا أخ صالح قبل فوت الأوان. شكرا لك محمد من الجزائر. شكرا لك. أحمد من مصر. ألو، صباح الخير. مساء الخير يا عزيزي، تفضل. مساء الخير يا فندم. تفضل. أنا حابب أتكلم دلوقتي في موضوع بالنسبة لموضوع المعبر وبالنسبة للأمة الإسلامية كلها. سمعنا حضرتك. تفضل. يا ريت لو تبتعد على التلفاز يا أحمد حتى ما يتردد الصوت، ابتعد على التلفاز وخليك على الهاتف وتكلم دون توقف لو سمحت. ماشي يا فندم. تفضل. بالنسبة يا فندم، احنا دلوقتي يعني أنا في حيرة، أنا بقعد في رمضان دلوقتي وبس على التلفزيون، أنا عينيا دلوقتي بترجف بالدموع. يعني أنا ببص لأخواتي في فلسطين بالمنظر ده وأنا قاعد قدام الأكل، والله بسيب الأكل وأقوم. يعني ولحد الآن احنا مش عارفين. أنا عن نفسي المفروض. للأسف يا أحمد انقطع الاتصال من عندك. أنا أقدر الحقيقة هذه المشاعر المخلصة تجاه إخوانك في فلسطين. إذا أردت إعادة الاتصال أرحب بك مرة أخرى، لكن أنا أريد أن أقول كلمة الحقيقة في هذا السياق. هذا الشرطي، أنا لو كنت حاكم لمصر والله حتى لو انتقدني أعطيه رتبة أعلى من اللي هو فيها. هو شرطي، نحطه ضابط شرطة أعلى رتبة، لأنه النظام الراشد يقدر معادن الرجال. هذا شرطي، هذا عبد الجواد، يمكن الاعتماد عليه في يوم كريهة وسداد ثغري، يمكن الاعتماد عليه إذا ما أراد أي محتل أو طامع أن يغزو الأرض المصرية. هذا الشرطي يكون في الصدارة. هذه هي معادن الرجال التي يمكن يعني إعطائها النياشين وتكريمها حتى لو انتقدني. لكن النظام المصري لا يقبل الانتقاد، بل يخشى من يصيح لأجل فلسطين. اعتقلوه الشرطي وربما ضربوه والآن محبوس. من يجرؤ من زعمات العرب أن يقول كلمة في وجه هذا الغرب الظالم؟
أنا منذ أيام علقت الحقيقة على وزير الخارجية الأمريكي عندما ذهب إلى قطر وقلت يا ريت لأن قطر لدينا فيها ثقة عالية هي بعض الدول العربية والإسلامية، يا ريت لو قطر أوصلت رسالة، أتمنى طبعا لم يصلنا، ربما كانت صريحة قطر مع هؤلاء المسؤولين، أوصلت لهم رسائل عالية جدا وبالذات للأمريكان، لستم آلهة أيها الأمريكان، لستم آلهة، ربنا واحد، أنتم شركاء في هذا العدوان فأوقفوه فورا، وإلا والله سنتخذ كذا وكذا 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 من القرارات، وقاعدتكم هذه العديد بلوها واشربوا ميتها، عندنا أمة بأسرها يمكن أن تدافع على قطر إذا ما احتجنا المساعدة. نتمنى أن الدول العربية والزعامات العربية عندما يأتيها مسؤول غربي ظالم وشريك في العدوان تكون صريحة وجريئة كما فعل أنور إبراهيم. تابعوا معي رئيس وزراء ماليزيا في عقر دار الألمان، قال لي المستشار الألماني كفاكم نفاق، هكذا بصريح العبارة يتحدث على غزة طبعا. تابعوا معي. Gerne noch einmal. Deutschlands Position ist klar. Israel hat jedes Recht, sich gegen den terroristischen Angriff der Hamas zu verteidigen. Und das haben wir in den letzten Tagen, Wochen, Monaten immer klar gemacht. Und dabei bleibt es auch. Darauf kann sich auch Israel verlassen. Noch einmal, was ich schon gesagt habe. Deutschland hat eine besondere und eine gute Beziehung zu Israel. Das ist für uns sehr wichtig. Und deshalb kann Israel sich auch auf uns verlassen. Wir haben eine klare Position über das, was jetzt notwendig ist. Dazu zählt die Freilassung der Geiseln, dazu zählt humanitäre Hilfe, dazu gehört die Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung. Und für uns ist das auch wichtig. Wir haben die Staatsgründung Israels sehr unterstützt. Und entlang dieser Linie wird sich die Politik in Deutschland auch immer weiter entfalten. You cannot find a solution by getting so one-sided in terms of looking only at one particular issue and erase 60 years of atrocities. The solution is not just releasing the hostages. What about the settlements? What about the behavior of the settlers now, continues daily? What about the dispossession, their land, their rights, their dignity, their men, their women, their children? Are these of no concern? Where have we thrown our humanity? Why this hypocrisy? Why this selective and ambivalent attitude towards one race and one another? Is it because they are colored or they are different religion? But I, of course, cannot accept the fact that when you discuss issues, we only confine to one particular incident and one victim, forgetting the thousands and thousands of thousands of victims from the Nakba of 1947, 1948. هذا هو الخطاب بالضبط الذي نحتاج أن نسمعه من كل رئيس وزراء عربي ومسلم ومن كل وزير خارجية عربي ومسلم. هذا الخطاب وبهذه القوة، كفاكم نفاق. القصة مش متعلقة بهجوم 7 أكتوبر كما عمل لي الأوروبيين عملوها قصة. عندك 60 أو 70 سنة من الامتهان والضرب والعدوان والعبث الصهيوني، عندك مستوطنات تأكل الأرض بالليل والنهار، عندك مستوطنين يدوسون أرضنا ومقدساتنا يوميا. يجب على كل مسؤول عربي أن يقول هذا يوميا بجرأة أمام الغربيين. على إيش خايف يا أخي؟ وراك أمة تدعمك. العرب تجدهم طيبين مرات، يوقف معها المسؤول الأمريكي يلاطفه، ليش ألاطفه أنا؟ لا حب بيني وبينه أبدا. نحن نوالي الحق، نقف معه ونسنده بكل ما أوتينا من قوة، هذا هو المنطق. البعض يقول لي يا أخي يا صالح أنت الآن أنت إعلامي وصرت يعني خرجت من، نعرف محددات الإعلام وقواعدها، ولكن عندما يتعلق الأمر بهكذا كوارث وبهكذا مذابح لا يمكننا إلا أن نقف مع أهلنا هناك. والله حتى لو كانت هذه المذابح في جنوب أمريكا لوقفنا معهم أيضا بنفس الموقف، لأننا بشر قبل أن نكون إعلاميين. شو هالغطرسة؟ الصهاينة يرتكبون المجازر ويسيلون دماءنا يوميا، ويأتيك مسؤول غربي أمريكي يقول لك والله أنا لا أستطيع أن أتخذ أي عقوبة ضد الصهاينة، أنا معهم دائما.
تبا. هل يمكنني أنا أن أصافح مسؤول كهذا؟ يجب أن يقال له الكلام الذي قاله أنور إبراهيم وأكثر، حتى يرتدع ويعرف بأن هذه الأمة ليست لقمة سائغة. طيب أبو القعقاع مساء الخير. أبو القعقاع ألو. تفضل يا أبو القعقاع. استاذ صالح نقطة أنا معرج عليها، فقاعدة العديد قبل الحصار أمريكية، اعتبرني طال عمرك دبلوماسي أو اعتبرني مسؤول قطري أتحمل مسؤوليتي. قبل الحصار قاعدة أمريكية، عقب الحصار وفيثنا الحصار قاعدة قطرية، هذانا قاعدة الشيخ تميم فيها اليوم اللي حمانا الشعب القطري، هي ودها تبي قاعدة العديد ومرحبا ومسهلا يسوينها عند حلالنا وفلوسنا، تبي تروح الله يسر عليها. ما كان أول أتحمل مسؤوليتي، وأنا رحت قاعدة العديد قبل الحصار والله ما قدرت أدشها، اليوم كل ما هي القطر فيها في قاعدة العديد أنا أتحمل مسؤوليتي ودي بالسجن. رأيك سيتم إطلاق سراحه أم الرجل يعني ربما لن يرى الشمس بعد اليوم؟ أظن أنهم بيعدمونه. الله أكبر. أستاذ صالح نعم نعم، مصر 70 سنة بعدين نحن ليش نستحي؟ مصر خانة العرب وخانة الشعب الفلسطيني، أنت ليش تمهد لعرفات؟ هل قطر اللي خانت الشعب العربي ولا الشعب الفلسطيني ولا الدول العربية؟ سحبت السفارات من قطر على سب إسرائيل؟ هذه خيانة من مصر، خيانة من مصر، وبيعدمون العسكري. أنتوا ليش ما تقولون ما تقرروا السفارات العربية اللي ظهرت من مصر؟ إيش ولا حسابة؟ خانة العرب، هذه الخيانة يا صالح، خانة الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني ده الحين يشوف مصر كان طال عمرك النار قدامه. أنا هذا خانتني. شكرا لك، أشكرك أبو القعقاع، شكرا لك. ومن قطر يعبر عن رأيه أيضا. قد لا يرضي الكثيرين، جميل، هذا ما نبحث عنه، حرية الرأي والتعبير، هذا ما نريده دائما في هذا البرنامج. أبو مريم من مصر. أبو مريم السلام عليكم. وعليك السلام، كيف حالك أستاذ صالح؟ يا هلا بيك، كل عام أنتم بخير وأنت بألف خير. ماذا ترى في مصير الشرطي عبد الجواد؟ والله أستاذ صالح بالنسبة لفلسطين أو حماس هي متحصرة من جميع الاتجاهات، يعني مصر اعتبرها إسرائيل برضو، أو بمعنى صح الحكام المصريين زيهم زي إسرائيل سواسية، سواء مصر أو الأردن. فالله يكون في عون أهل غزة وأهل حماس وأهل فلسطين. يعني أبو مريم أنت ترى مصر حكومة وقيادة هي أقرب لإسرائيل منها لغزة بصراحة؟ طبعا معروفة، مش من دلوقتي، من زمان. لكن يا رجل النظام المصري الآن يتوسط يعني في الهدنة أو التهدئة. ده كلام يا أستاذ صالح بنسمعه من زمان، كلام تضيع وقت. كام دلوقتي؟ كام شهر؟ كام شهر على مجزرة؟ إيش سوى النظام المصري؟ ولا شيء. طيب أين الشعب المصري حتى يعدل الكفة؟ لأنه هؤلاء إخوانكم يا أبو مريم. والله الشعب المصري مغلوب على أمره دلوقتي أستاذ صالح. الشعب المصري لما يرجع لربنا سبحانه وتعالى يبقى ساعتها ربنا عز وجل لا يفكه من عنده. طيب لماذا ينتفض عبد الجواد ويرتقي لوحة إعلانية ويصيح بأعلى صوته رافعا العلم ويرمي ببدلته ولا يخاف أحد؟ يعني كيف يوجد في هذا الشعب شخص مثل عبد الجواد ولا يوجد آخرون من أمثاله يخرجون بعده؟ والله في ناس كتير برضو زي عبد الجواد، بس برضو مش قادرة، برضو خايفة، في ناس كتيرة. فين العلماء أستاذ صالح؟ ولكن عبد الجواد استطاع ولم يأبى بالمخاوف. شكرا لك أبو مريم على كل حال، أشكرك أبو مريم من مصر. شكرا. فاطمة من فرنسا. أهلا وسهلا. يا أهلا بيك. ليك وأهلا، سعى فطوركم. عايشك كنت زادة، تفضل. يسلمك إن شاء الله. حقيقة الشرطي المصري والله ما طمن مع هذا الجنرال المستولي على السلطة، هذا ما طمنش حكاية الشرطي. يعني من اللي يقبضوا عليه وهو يشجع في فلسطين ما يبانش.
وهذه اللي المشكل تاعهم مشكل كبير مع هو منبطح ياسر من هذا الجنرال السيسي هذا مع اسرائيل لانهم الامريكان اللي حاطته في البلاصه وشدوه في الوقت اللي كانت 300 جندي منين ماتت في الطياره شدوه هو الوحيد خيروه وهو المسجع عليهم وهو اللي مسكر المعبر رفح وميكذب ليك حتى كذب هو اللي مسجعين الامريكان مسجعين ومخلصينه والدول الاوروبيه عطاته الاموال صندوق النقد الدولي عطاه الاموال على حيطه الاموال من سواد عيونه والامارات استثمرت ايضا في مصر كلهم متفاهمين على تفاهمين المقاومه متفاهمين على غزه وكلهم كي على عبد الله لا الامارات لا السعوديه كلهم كيف زي بعضهم انا المهم ان شاء الله ربي يرحم الشهداء وان شاء الله ربي يحفظ المقاومه ويحفظ الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني عاطينا مثل مغرب عن طريق الواتساب يقول اهل غزه مقاومه وشعبا علمتنا الكرامه والرجوله ووحده الصف والصمود والايمان واليقين والامل لا يخشون شيئا الا المولى عز وجل وهي صفات لا تتوفر فينا نحن كشعوب لاننا خذلنا اهلنا في غزه يقول إسماعيل من المغرب. سلمت يا إسماعيل، يعني لخصت كل الصفات التي بالفعل نتعلمها من أهالي غزة. الهاشي من السعودية يقول غزة علمتني أن القتال عقيدة لأن جيوش الكروش انهزمت في 6 أيام عام 67 بينما غزة تقاتل اليوم 6 أشهر بسلاح صنع محلي. إنه الصدق مع الله. أشكرك يا هاشمي، والله إنك صدقت فعلا في هذه المداخلة، أشكرك. أبو إبراهيم من الجزائر، السلام عليكم. وعليك السلام. باختصار يا أبو إبراهيم لو تكرمت. السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. أنا حبيت جوست في المداخلة هذه على مصر وعلى الحدود وعلى عندك نصف دقيقة لأن الوقت تقريبا انتهى ومازال لدي أبو سامر نصف دقيقة يا أبو إبراهيم. أنا حبيت نوصل رسالتي لكل الدول العربية، نقول لهم روحوا قرأوا على إسرائيل. إسرائيل ما تكذبش، إسرائيل قالت بلي المصريين هما اللي يجوعوا خوتهم الفلسطينيين، هما اللي غلقوا الحدود، هما اللي داروا المجازر، وما زال الشعوب العربية ما زالهم يتغنوا بالعروبة، ما زال يتغنوا. هي الصح كاع في هذا لازم نشوفوا الميروار، معنا باش كيفاش يقولوا المرآة، نشوفوا المرآة باش نشوفوا واش يديروا الشعوب العربية والحكام العرب هذه. والحل الواحد هو كل واحد اللي يقدر يعاون الفلسطينيين يعاونهم باسمه، ما لازمش يعاونوهم باسم العروبة ولا باسم الجامعة العربية ولا باسم الأخوة ولا هي باسم الإنسانية وبس. شكرا لك أبو إبراهيم، واعذرني طبعا الوقت تقريبا شارف على الانتهاء، أشكرك. نختم بأبو سامر من فلسطين. مساء الخير يا أخ صالح. مساء الورد، في نصف دقيقة يا أبو سامر أيضا. طيب أول شيء ألف تحية للشرطي عبد الجواد من مصر، وطبعا مصر يمكن فيها مليون عبد الجواد، بس للأسف هذا مصير كل إنسان حر وشريف. يعني زي الدقامسة في الأردن كان مصيره نفس الشيء. لكن يا أبو سامر أعذرني، أنا أجبرتني على طرح سؤال، لماذا نحن العرب والمصريين الآن في هذه الحالة نترك الجريء والشجاع والشهم يعني يدفع الفاتورة منفردا؟ لماذا لم يهب خلفه مليون أو مليوني مصري؟ حينها لن يعتقل عبد الجواد ولن يعاقب. ليش نترك دائما الشريف يدفع الفاتورة منفرد؟ أول إشي لأنه الخوف متمكن من الشعب، ولقمة العيش بتطارد المواطن وبتلح. يا أخي ملعون أبو العيش، هذه إحدى الدروس التي علمتنا إياها غزة أيضا، لا غذاء ولا دواء ولا ماء، ومع هذا رؤوسهم إلى السماء، يعني لم يركعوا لأحد يا رجل. يا أستاذ صالح، والله ما هو المواطن في أي دولة عربية بيعرف إذا بده يتحرك مصيره يا السجن يا الموت، وهذا اللي مربط الناس مع أنه مش عذر. الشعوب لازم تتصور ولازم المواطن العربي كله دور، المواطن العربي مش رقم. شكرا لك أبو سامر من فلسطين، أشكرك واعذرني هذا ما سمح به الوقت. أحمد علي ناشر من اليمن يقول إذا أردت أن تعلم أولادك ما معنى التضحية والشهادة من أجل الدين والوطن لا تخبرهم عن مشيطة بنت فرعون أو أصحاب الأخدود، بل أخبرهم عن أبطال غزة وتضحياتهم. فعلا صدقت. أبو حسام من الأردن
علمتنا غزة الصمود والعزة، وكل جيل الشباب صار يتجه للتمسك بالدين والاجتهاد في التفكير في صناعة الأسلحة وطريقة إسقاط الطائرات المسيرة، وننصر الدين والفتح والنصر قادم إن شاء الله. أم إياد من الجزائر، في كل أصقاع العالم العربي ونحن الشعوب علينا الاقتداء بالمقاومة التي تواجه العالم بمفردها، ونحن لا نقوى على مواجهة دمى، فإما أن نكون أو لا نكون. علي من اليمن أشكرك. إبراهيم بن عائشة أيضا شكرا لك. مصطفى غزاوي من السعودية شكرا لك أيضا. الحاج رضوان أشكرك. عبد العالي من المغرب. عبد الكريم زياتي من المغرب. عبد المجيد من المغرب أيضا. محمد السعيدي من اليمن. عبد القادر من المغرب. العصامي السلمي من اليمن، وأسماء عديدة أخرى. أشكركم جميعا فردا فردا، ولكن اسمحوا لي طبعا هذا ما سمح به الوقت للأسف. نختم كالعادة بفقرتنا الأخيرة، مراسلو الرأي الحر. نبدأ برسالة خالد من المغرب، يقول: أمريكا لم تستطع إدخال المساعدات بريا، فكيف للمغرب أن يفعل على الأقل ألقى بها من الجو عبر الطائرات لإغاثة أهلنا هناك، وهو الحل الوحيد أمام تعنت المصريين في مد يد العون لأهالي قطاع غزة؟ والله لو ألغيتم العلاقات ودستم على اتفاقية العار والهوان، اتفاقية التطبيع مع المحتل، لكان أشرف لكم من إلقاء المساعدات من الجو. طبعا لا نزايد على أحد، إيصال المساعدات جميل، ولكن الأفضل والأولى إذا أنتم قادرين دوسوا على هذه اتفاقيات الهوان مع المحتل الصهيوني، واطردوا أي مسؤول صهيوني من بلادكم، حينها سنقول بأن المغرب استعاد بالفعل هيبته وحضوره وشرفه ودعمه لفلسطين وغزة. أحمد من مصر: الرصيف العائم الأمريكي هو خطوة على الطريق الأمريكي الإسرائيلي للسيطرة الكاملة على غزة والاستفادة من خيراتها وموقعها الاستراتيجي. أبو علي من العراق: مصر دورها سلبي وتعمل مع الاحتلال وأمريكا لتركيع غزة وتصفية القضية الفلسطينية وتجويع أهالي القطاع ورسم شكل جديد للمنطقة، يقول أبو علي. أحمد سالم من عمان: في رمضان يعيش المطبعون بكل ارتياح بينما شعب فلسطيني بأكمله في غزة يقصف ويجوع ويهجر، أي مشهد من اللامبالاه نرى ونسمع، يقول أحمد. الجرف من اليمن: لا يوجد عرض جديد للهدنة، وإنما تصريحات كذب وخداع ومراوغ ولفت للأنظار عما يرتكبه جيش الاحتلال من إبادة وحصار وتجويع في الشهر الكريم بتواطؤ عربي إسلامي خالص. نذكر كالعادة في نهاية هذه الفقرة برقم الفقرة، من يود طبعا مراسلتنا أو إرسال فيديو، بإمكانك تسجل فيديو من دقيقة وترسل به إلينا، يتعلق بغزة، يتعلق بفلسطين، يتعلق بالأقصى، يتعلق بنظام بلدك وموقفه، يتعلق بهذا العالم الظالم في معظمه. الرقم أمامك واتساب، ياريت اللي تابعني الآن يسجل الرقم 044-77-627-609. طبعا نرحب أيضا بمراسلاتكم المكتوبة، ولكن نفضل الفيديو هذا، ياريت الجمهور يتجرأ على إرسال الفيديوهات. سجل بكاميرا الهاتف النقال اللي عندك دقيقة واحدة وارسل بها إلى هذا الرقم، ما ترسل لي لا من تيك توك ولا من فيسبوك ولا من غيره، نريد إنتاجكم. على فكرة أي فيديوهات تأتينا من تويتر أو تيك توك لا نستطيع بثها، فقط لعلم الجميع. ياريت الحاضر يعلم الغائب. لقاؤنا بحول الله يتجدد يوم الاثنين القادم، هذا توقيت رمضان طبعا الكل يعلم ذلك، حتى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.